يا ربنا لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم يا ربنا، ارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، اغفر يا ربنا لآبائنا واغفر يا ربنا لأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، عاملهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة تجاوزا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين، نسألك لنا ولأولادنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، اهد أولادنا يا الله، اهد أولادنا يا الله، ارض عن أولادنا يا الله، أغث أولادنا يا الله، احفظ أولادنا يا الله، ارض عن أولادنا يا الله، اهدهم يا الله، استرهم يا الله، أغثهم يا الله، اهدهم يا الله، اجبرهم يا الله، استرهم يا الله، احفظهم يا الله، اكرمهم يا الله، ارض عنهم يا الله، احفظهم يا الله، اغثهم يا الله، استرهم يا الله، اهدهم يا الله، رد أولادنا إلى دينك يا الله، ثبتهم على الإيمان يا الله، لا تخزنا في أولادنا يا الله، لا تخزنا في أولادنا يا الله، كن مع أولادنا يا الله، كن مع أولادنا يا الله، كن مع أولادنا يا الله، كن بهم لطيفا يا الله، كن لهم حافظا يا الله، كن لهم سندا يا الله، كن لهم نصيرا يا الله، وكلناك بأولادنا يا نعم الوكيل، استودعناك أولادنا يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك أولادنا في حياتنا وبعد موتنا، استودعناك أولادنا في حياتنا وبعد موتنا، اللهم احفظهم كما حفظت إسماعيل وهاجر حين تركهما إبراهيم عند بيتك المحرم، احفظهم كما حفظت إسماعيل وهاجر حين تركهما إبراهيم عند بيتك المحرم، أغثهم يا الله، أغثهم يا الله، اهدهم يا الله، كن معهم يا الله، احمهم يا الله، الطف بهم يا الله، أغثهم يا الله، ارض عنهم يا الله، أجرهم يا الله، استرهم يا الله، استرهم يا الله، أغثهم يا الله، ارحمهم يا الله، استرهم يا الله، استرهم يا الله، كن معهم يا الله، لا تتخلى عن أولادنا يا الله، يا لطيف ألطف بأولادنا، يا لطيف ألطف بأولادنا، يا ربي يا سميع أسمعهم نداء الإيمان،
أسمعهم نداء الإيمان وأسمعهم طاعتك يا رحمن، أسمعهم نداء الإيمان يا سميع يا سميع، أسمعهم نداء الإيمان يا هادي، اهدهم إلى دينك وإلى صراطك المستقيم، ثبتهم على دينك، ثبتهم على دينك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت سندنا، أنت نصيرنا، أنت عزنا، أنت غوثنا، أنت حسبنا، أنت ربنا، أنت ربنا، كن معنا ومع أولادنا، كن معنا ومع أولادنا، لا تدعهم في غفلة، لا تدع أولادنا في غفلة، لا تدع أولادنا في غفلة، لا تدع أولاد المسلمين في غفلة، احفظ عليهم دينهم، احفظ شباب المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، زوج أولادنا بزوجات صالحات، ارزقهم السعادة في دينهم ودنياهم، ارزقهم السعادة في دينهم ودنياهم، يا رب يا رب، ليس لنا إلا أنت، وكلناك يا رب بأولادنا، فكن لهم نصيرا ووكيلا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، أكرمنا في أولادنا، لا نسألك دنيا فانية، نسألك ذرية صالحة، نسألك ذرية صالحة، نسألك ذرية عابدة، نسألك ذرية طائعة، نسألك ذرية طائعة، نسألك ذرية صالحة يا رب العالمين، أصلح أولادنا، أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، نجهم من الفتن، نجهم من الفتن، نجهم من الشهوات، نجهم من الشبهات، نجهم من الضلال والفساد يا رب، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اجعلهم من عبادك الراشدين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. آسف الفيروز الفيروز اللهم آمين الفيروز دكتور خليك وقت الفيروز يا مينها المسعى 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 الفيروز الفيروز تعال تعال باباك فين خلاص وقت الصوت تعال كده